السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم يا شباب في فيديو جديد. فيديو النهارده بناء عن اسئله كتير جات لي في التعليقات بخصوص عصفور الاسترالي، ايه الفرشه اللي بنحطها للعصفور الاسترالي اما يبيض. في ناس قالت بنحط نشاره، وفي ناس خشنه، وفي ناس قالت بنحط نشاره ناعمه. والحقيقه يا جماعه ان العصفور الاسترالي في الطبيعه اصلا لما بيجي يختار ويعمل عصفوره بيعملها في جذوع الاشجار، بيبتدي ياكل منها ويعمل فيها ثقوب ويبتدي يخش جواها ويعشش ويحط البيض. وفي الغالب هو اصلا يعني لما بيعمل عشوشه في جذوع الاشجار ما بيبقاش تحت منه فرشه، بس الفكره ان في الطبيعه الاشجار دي تبقى حيه، فالفضلات الطيور الصغيره بتبتدي تخرج منها، بيبقى فيها ميه، فالميه دي الرطوبه دي بيمتصها الشجر لانه بما انه بيبقى حي فبيمتص الميه دي، وبيبتدي هو الشجر نفسه يتغذى عليها. فبالتالي ما الزغاليل بتاعه لا بيبقى تحتها مثلا فضلات عامله زي الاسهال زي ما احنا بنلاقي عندنا في العشوش. لو انت مش حاطط فرشه بتلاقي ان العصافير اللي انت مربيها تحتها خصوصا في فصل الصيف العصافير بتشرب ميه كميات كبيره من الميه، فبيبتدي فضلاتهم تبقى سايله قوي عن الطبيعي، فبتبص تلاقي تحتهم بقى ميه والعصفور اتبهدل وبقى شكله وحش وبقى زي ما يكون عليه فضلات اسهال وكلام من ده. ففي ناس بتبتدي بقى تستغنى عن تحط فرشه للعصافير، بتبتدي تحط مثلا نشاره خشنه، لكن النشاره الخشنه بيبتدي الاهالي تروح مطلعاها بره تشيلها برجليها وتطلعها بره، فبتبص تلاقيها اتشالت كلها تاني. او لو في ناس برضو بتحط نشاره ناعمه اشتكت منها بان العصافير الصغيره بتبتدي تخش في بقها وبتاكلها وبتسبب لها الموت. وطبعا دي كلها اقتراحات من اللي جواه، كل واحد بيجرب بطريقته وبيحاول بطريقته ان هو يحسن انتاجه ويخلي شكل العصفور اللي طالع عنده شكله نظيف وكويس. بس انا واحد من الاخوه الغواه قال لي على طريقه كويسه انا بستخدمها من الموسم اللي فات، فرشه بحطها للطيور وبصراحه ممتازه جدا، وانا جربتها يعني موسم كامل لا سببت لي وفيات ولا اي حاجه، كله تمام، الانتاج كله تمام. وفي نفس الوقت لاحظت كمان ان هي ما بتجذبش الفاش ولا النمل ولا كلام من ده. وفي نفس الوقت برضو ان الام عكس النشاره زي ما قلت لكم، نشاره خشنه النتايه والذكر بيبتدوا يشيلوها يرموها بره العش تاني، لكن دي ما بيقدروش يشيلوها يرموها بره العش، فبالتالي تفضل من اول ما تحطها لحد ما تبتدي تقطف زغاليلك العصافير فضلاتها بتنزل عليها وبتمتص منها الميه، وبتلاقي العصفور شكله نضيف وشكله زاهي. وهوريكم دلوقتي عملي فايده الفرشه اللي انا بحطها دي، بس الاول اعرفكم على الفرشه دي. ده يا جماعه الفرشه اللي انا بستخدمها بحطها للعصافير، اعرفكم تحطوها ازاي. دي عباره عن رمل قطط اسمه، لو انت بتشتريه من محل العصافير اسمه رمل كربوني، قول له انا عايز رمل كربوني. ده بيبقى يا جماعه شكله عباره عن رمل مدور كده، بيبقى رمل خشن. والرمل ده يا جماعه بنفرشه في الارضيه للعصافير، بس اوعى تحطه للعصافير وهي لسه بيضه، يعني المفروض ان انت حضرتك ما تحطوش للعصافير، يعني تفضل سايبه في الارضيه على طول. لازم وانت تيجي تحط الرمل ده تستخدمه وما تستخدموش والعصفوره راقده على البيض او بتبيض، لانه هو خشن، فالعصفوره ما بتيجي تقعد على البيض وتقلب البيض احيانا بيتكسر منها البيض وهي بتقلبه، خصوصا لو هي لسه اول شغلها فبتبقى النتايه غشيمه شويه. طيب هنستخدمه امتى؟ هتستخدمه حضرتك اما تلاقي الزغاليل ابتدت تخرج، فبتروح شايل الزغاليل ومبتدي حاطط الفرشه دي تحت الزغاليل. الفرشه دي يا جماعه بتمتص الميه من الفضلات بتاع الطيور كلها وبتخلي الطير تحته ناشف خصوصا في فصل الصيف، وهوريكم الكلام ده عملي دلوقتي انا بعمل ايه. يلا بينا نروح ونشوف احنا بنعمل ايه. هوريكم دلوقتي على العشوش عملي احنا بنعمل ايه وبحط الرمل ده ازاي وبستخدمه ازاي. ودلوقتي يا جماعه هوريكم احنا انا بتعامل ازاي من لما باجي احط الرمل اللي انا قلت لكم عليه ده بحط العصافير ازاي. اول حاجه بتجيب، يعني انا عندي بحط لما باجي اعمل الفرشه عندي مكان كده بشيل فيه الزغاليل بعد ما تخرج، على ما احط لهم الفرشه وببتدي ارجعهم تاني عباره عن ثبت اهو بحط فيه الزغاليل. هوريكم دلوقتي بحطها ازاي. زي ما انتم شايفين العش جوه اهو فاضي، طبعا انا كنت حاطط بس انا فضيته عشان اوريكم. بعد ما الزغاليل بتبتدي تخرج
طبعا وهي اصغر من كده لما يبتدي مثلا لو انا عندي 4 بيضات كلهم فقسهم وبقوا كويسين وطلعوا زغليل، او البيض البايظ منهم رميته وخلاص خلصت وعرفت النادي الزغليل اللي موجوده اللي الاهالي هتزقها، ببتدي اروح مطلع العش زي ما انتم شايفين كده وبشيل الزغليل وابتدي احطها في المكان ده اهو. على ما ابتدي اجهز لها العش وبعدين ارجعها تاني، وابتدي اشيل الجزء اللي هو الدرج اللي احنا بنحط فيه اللي بيبقى فيه الزغاليل زي ما انتم شايفين كده، وبنبتدي نجيب الرمل ونشيل حبة من الرمل كده زي ما انتم شايفين بإيدينا، وبنبتدي نرميه تمام زي ما انتم شايفين كده بالظبط قدام عينيكم اهو، وببتدي ارجعه تاني وابتدي ارجعه تاني العش، وبعد كده ببتدي ارجع الزغاليل تاني اللي احنا شلناها من العش، بنبتدي نرجعها ونسيبها، ويبقى ده منظر العش بعد ما بنخلص. هوريكم بقى افتح لكم عش تاني واوريكم فيه منظر العصافير واحنا حاطين الفرشة دي لزغاليل عدى عليها فترة، بيبقى الوضع عامل ازاي. ده يا جماعة عش اهو بعد ما عدى عليه فترة، ده يا جماعه عش رمل، شايفين الرمل اللي انا حاطه بيتلمع على الفضلات يسحب منها الميه ويخليها ناشفه وكويسه وما فيهاش اي مشاكل، والعصفور زي ما انتم شايفين انه متستف قدامكم ونضيف ولا متعص فضلات من اللي هو بيعملها ولا اي حاجه. وكده يكون فيديو النهارده خلص، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. بس ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله.